لا ده تزعم براحتك. طمت عليا ولا ايه؟ انت لما بتضرب كيمياء بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. اللي انت كويس سوقك يا ونش. اخرة الخيانة الدم. هربت عليهم الباب محدش بيرد عليا. في ايه؟ بطاقتك. هو في ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر. اتفضل. انت كنت جايه ليه هنا يا غنو؟ انا كنت جايه اطمن على فتون صاحبتي. اه فتون. اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها بس تليفون مقفول وما بتفتحوش خالص فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية. لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هما متخانقين مع حد؟ ما تساليش كتير انا اللي اسال بس. خلاص طيب حاضر انا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمه واحده يلا. شكرا. بسرعه. هو في ايه يا مونيز؟ والنبي يا اختي احنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعه ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا مونيز. سلام يا حبيبتي. عايزة فلوس. مش معايا فلوس كتير. عايزة ايه؟ عايزة اروح زيارة علي. انت اتخبلتي في نفوخك؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا اخويا وانا كنت عملت ايه؟ من زمان اصل هي بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ اه طبعا. هي الدنيا مالها اسودت كده ليه؟ طب عايزة افتح الموبايل عشان اكلم علي. ما تفتحيهوش اليومين دول اصبري شوية. طب انا موبايلي مقفول. وموبايل البت عسليه عامله له نمره قافلاه عليه كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغاله فيه البت عسليه؟ اه يا اخويا اعرفه ورا الشيخ زايد. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحب يا اخويا نروح لها؟ ايه يا بت؟ ايه اللي اخرك التاخير ده كله؟ فضلت الف ساعة ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعة ونص بهرب في الشوارع من الحكومة. الحكومة كانت ماشية وراكي؟ ايوه. بولاقة كلها ملغمة مغبرين. الولاية مميزة قالت لي انه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودا، الونش اتقتل؟ امتى؟ من يومين. وانت تعرف يا اخويا حاجة عن الموضوع ده؟ اعرف منين؟ انا من ساعة ما سيبنا بولاقة ما عتبناش انا وانت. احنا نهرب من مصيبة. تجي لنا مصيبة أكبر. نعم؟ مصيبة إيه يا فتون؟ مصيبة إيه اللي أنتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكرة أمين الشرطة اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي يعني أكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين إن إحنا عندك هنا؟ لأن أنتوا ضحكتوا عليا يا أستاذ راشد وضللتوني وديتوني بولاق على العماية فاضطريت أقول له إن أنا صاحبة فتون وعسلية. يا لهوي. وتفتكروا ان هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش انت كمان على الفاضي.
انا هنزل. تنزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ جرايه فتون، هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل، ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخره اللي يقف جنبك ويعمل معاكوا جميله يتعص. كتر خيرك يا غنوه، وعموما عادتنا عندك مش هتطول. سلام. هو اللي قتل مفتون مش كده؟ نفسي ما يطلعش هو. انت تطلعي على بحر ميدان المرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا يا حاجه لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقى لي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت اتوضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى هبقى اقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. الهي يسترك ما يفضحي. امين. الهي يجازيكي بيا بكل خير. امين. الهي يا رب يوصلك على من يعني. الله العظيم يا حبيبتي انا ما عملتش حاجه، انت هتركبيني كده ذنوب. طب يا اصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي اخر الطرقه كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على ايدك اليمين كده الاوضه اللي تصلي فيها. حاضر. عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدوينك. لا قوه الا بالله. باشا في حاجة يا كابتن؟ بتدور على حاجة؟ في واحد شغال عندكم هنا اسمه عسلية. لا ما عندناش الاسم ده. يا عم انا متأكد ان هي شغال عندكم. بقول لحضرتك ايه، انا مش ناقص تكسير في الدماغ، انا عارف شغلي كويس وعارف مين شغال ومين شغال. بقول لك ايه، اتكل على الله روح دور عليه في حتة تانية. خلاص يا عم بالراحة يا عم. اهلا 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 اهلا، سعادة البيت. اتفضل يا بيت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا راشد عامل ايه؟ ازيك سعاده الباشا؟ كويس؟ الحمد لله. يا رب دايم. ايه ده انت ايه اللي جابك هنا؟ بدور على مراتي عسليه. عسليه هي كانت موجوده من يومين. اهو شفت؟ مش قلت لك شغال عندكم جوه؟ عسليه دي مين يا بيه؟ دي سالي يا حاج سالي. اه سالي، والله يا بيه ما اعرف ان اسمها عسليه. انا ما اعرفش ان اسمها زالي عندكم يا باشا. المهم يعني انا حصلت مشكله بيني وبينها كده وكنت عايز اصلحها يعني. هي قعدت نص ساعه ومشيت. مش راحت فين؟ لا ما قالتلناش بقى. بقول لك ايه يا حاج، ما تخش تشوف عندك ايه شغل جوه. حاضر يا بيه. اتفضل. بقول لك يا راشد، بما انك هنا معكش حاجه حلوه. والله يا باشا انا واقف بقالي كذا يوم. طيب انت مسجل رقم تليفوني، لما يبقى معاك حاجه كلمني. حاضر يا باشا. اتفقنا؟ حاضر يا باشا. ماشي حبيبي، عايز حاجه؟ ماشي. خلي بالك على نفسك بقى. يا زينب. زينب. ايوه يا حاج. انا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلت لك، ومش هتخافي وانت قاعده لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقول لك ايه، تقفلي الشبابيك والازاز وتطفي الانوار. فهماني؟ سلام عليكم. بامان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
يا ابني، بقالك سنتين غايب عني، ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم، الايام دي الدنيا معكوكة معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني. بس انا اتجوزت. اتجوزت يخص عليك يا ناد. انا معرفش، هو انا مش مقام ابوك؟ والله العظيم تلاتة كده جات على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم ادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. جميلة. أنا اسمي عسلية. لا عسلية إيه، أنا اسمي زينب. وأنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا. لازم تستحملي. كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبية لنا ايه؟ راح فين يا ليه ليه بس كده يا زميلي؟ ده نظيف. زميلك مين يا ده؟ انت هتصاحبني ولا ايه؟ جاي مين يا صديق؟ جاي انسي مجر قدامي. فين ده؟ اهو قريب. عم انسي يا عمنا راشد. سيبه يا كابلو، ده معرفه. سيبه يا غول. الحمد لله بالسلامة يا غول. تعال يا غول ادخل ادخل ادخل. خلاص يا كابلو. كل كل. ايوه. كل بيتك ومطرحك. حبيبي يا عم الناس. حبيبي والله. هو ايه ده؟ يا لن يا دين. انما انت ايه اللي فكرك بيا يا غول؟ ايه ده؟ هو انا نسيتك اصلا؟ ده انا بقالي سنتين قالب على نمرتك الدنيا ولا الاقيها مع حد خالص.
وعلي رؤيا اخباره ايه؟ علي اتحبس خد 7 سنين يا شيخ. اه والله. وخدهم في ايه؟ في كرتونه. اتجوز من هنا واتمسك من هنا. وانا اتجوزت اخت مراته. بقى الاتنين في رقبته والله العظيم. ومش عارف اعمل ايه؟ ما تشوف لي شغلانه ولا اي حاجه. امين يا صاحبي. متاكله دي. شكلك خسانه وهفتانه. كل يا حبيبي. تلات ايه يا زهر وانا اعزم عليك انت كمان؟ ما تدخلي على البطه. اديني 3 4 ايام هظبطك. طب ايه؟ خد رقم. خد. اتصل بنفسك وسجل رقمي وانا هسجل رقم. راح اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه دلوقتي. I need servant, okay? To come with me شرم الشيخ and after that come with me Cairo. Okay? Let me ask أم صباح because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم إيه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم إيه؟ بتتكلم إنجليزي. إنجليزي وأنت بتعرفي إنجليزي؟ الحق يا أخويا. طيب شوفي بقى سيبيني يومين يومين ها وكلميني بعدها أكون أنا شفت بنت لهلوبة. You called the office 2 days after. Okay, I'm gonna call the office after 2 days. Goodbye. يا زينب انت بتتكلمي انجليزي يا بنت؟ طب عرفتيه ازاي وامتى وليه؟ بتكلم يعني انا بحكي لك قصه كده. هستأذنك انا بقى 5 دقايق اروح اصلي العصر وارجع. طيب يا اختي روحي يا حبيبتي. أنا كنت لقيت دي على الأرض امبارح وأنا بوضب المكتب. 100 جنيه عن إذنكم. اتفضلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جيكو سفياني بتتكلم إنجليزي يا حاج صلاح؟ يا حلوة أوي أوي. ده إيه ده؟ ده أنا معايا معهد 2 سنين لاسلكي ومعرفش أقول 2 كلمة على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي 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 وهديه من عندك يا رب احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه؟ شوفي كده بطانيتين قدام وكم هدمه من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي واديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي عليها. والله يا حاجه انا عندي بطانيتين في المكتب وجداد مش قدام وبديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب ومع ذلك حاضر من عينيا الاثنين انا هجيب لها هدوم مش قديمه هدوم جديده محترمه كمان. ربنا يبارك لك. الله يخليك. طب بعد اذنك يا حاج معلش اسمح لي صلاح اتفضل. يعني ايه انا بس عايز اشارك كده باي حاجه هات لها اللي انت عايزاه جلاليب اللبس اللي انت عايزاه انا عايز اخد الثواب. ماشي ماشي يا محروس من عينيا الاثنين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. صباح الخير يا صابر. صباح الفل يا باشا. نبي يا صابر المرتبه اللي جوه دي هتموتني عصعصي هيموت وهموت منكم ناقص عصعص. كل اللي عصعصك يا باشا. قول لي. امر يا باشا. الواد كهرباء الطبال ما اتصلش ولا جه؟ لا ولا اتصل ولا جه يا باشا. يخرب بيته. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا بنات. طب والنبي يا صابر طالب منك طلب. امر يا كبير. الله يخليك شايك كده على كل اللمض اللي طارت امبارح. غيرها كلها ها؟ كله تمام يا باشا. الله يحرسك ليا يا رب. لبنك يا باشا. تسلم لي يا حبيبي. اصحى لينا احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. كهربا واحد بس. باشا حاكم دار الكباريات منور نجم الليالي. وادي يا كهربا. ناديه ما اتصلتش ولا جات يا وادي يا كهربا. ما احنا قلنا بقى باشا ناديه بخ. ناديه بخ؟ يخرب بيتك. انت مالك يا وادي اتعلمت لوع النسوان كده زي الرقصات اللي بتشتغل معاهم ولا ايه؟ اسمع انا ما احبش اللي يخسرني يا كهربا وبقلب عليه كمان. انت مش قلت ناديه هتجيبها في ايدك وانت جاي؟ كهربا يخسر الباشا. لا كهربا قال يا ناديه يا غيرها. وبعدين ناديه مشغله تليفونها في الصومت بقالها كام يوم فبلاها ناديه ونجيب سوزي ولا ليلى؟ وهي ليلى. يا سوزي يا ليلى مدي حته وهز يا بت هز يا بت. يا اختي مالك سوزي في نفسك كده ليه؟ دي سوزي خالص يعني. وادي يا صابر. عمر يا كبير. ايه رايك يا واد سوزي ولا ليلى؟ ده بنسك يا باشا وكهربا بياع كلام. سمعت يا منيل؟ الباشا يصرف لي يومين بس كده نقضي في حته جديده شمعايه
شمعايا ونقلب بيها الدنيا ونولع بيها المكان، والنقطة ترجع تبقى ايه؟ سيول. هز يا بت، هز يا حتة. طبال طبال يعني، لعلمك كلام الطبالين ده يهز في أي حتة، لكن معايا أنا ما يهز الشعر مني. هو احنا ورانا غير الهز يا باشا، الهز يا باشا. ماشي يا خفيف. يلا يا حتة. يلا اتكل على الله، شوف أكل عيش. وأمن على الناس اللي معاك يا واد. زلادي فرس. عيوني. يا باي. واد يا صابر. أمر يا كبير. مين اللي بيجيب اللبن ده يا واد؟ اللبن ده قاطع، غيروا اللبان. الو بنتي غنوه، صباح الفل. هي بنت اتغنيتي ولا ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ انا معايا فلوس؟ ده انا لو معايا فلوس كان زماني عندك كل شويه. اه طبعا. معقوله؟ عايز ايه؟ مش فاهم. ريكلام يعني؟ واحده من اللي بيقعدوا في الصاله دول؟ المولانا يا غنوه. هنا اهو، تعالي خديه. امال ايه؟ عايز واحده للصلاه؟ بيتنمرضوا عليك؟ هم لازم يتنمرضوا عليك طبعا. طبعا عندي واحده جامده جامد، بس هشوف الموضوع واقول لك. طيب يا استاذ فاضل اقفل وانا هكلمك تاني. السلام عليكم. عليكم السلام. مالك كده وشك عامل كده ليه؟ طبق بس. طب عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ يا ستي السودا، عملت ايه في الموضوع؟ سلية. رحت الفيلا، قعدت نص ساعة ومشيت على طول. بقول لك ايه، خدي 500 جنيه واكل وشرب وقلة مرعى. بتجيبي القهوة دي؟ تسلمي يا رب، الله يخليك. تسلمي. بالهنا والشفا، ألف هنا وشفا يا راشد. والله الواحد مش عارف يقول لك إيه والله يا جماعة. بص عليك هتقول إيه؟ ده أنتوا قاعدين في بيتكم ومطرحكم وتنوروني يا رب إن شاء الله العمر كله. بقول لكم إيه؟ أمسك كده، أنا هدخل أعمل لكم لقمة حلوة كده على مزاجي، زمانكم ميتين من الجوع. يا واجباتك يا غنوة. فتون. أيوة. البت دي بتلون شويه، تهبش فيا شويه، تخش تعمل لنا اكل. الحكايه واحنا مالنا؟ هنبقى شحاتين وبنتأمر؟ انت شحاته، انا قاعد بفلوسي. قول لي هنا كنت بايت فين امبارح وجاي متدهول على عينك؟ ما تكيش فيه. الله، ريحه الاكل اللي ما اتعملش حلو قوي. اختي ايه الغلب ده؟ علي خير؟ أنس بيسلم عليك. أنس المر. أنس المر ده اللي فكروا بيا ده؟ المر حبيبي ونص عليك وسايب لك يسلم عليك. قول. مرايتك وابن عمك مش عارفين يقولوا لك، معاهم حكايه كده بيخلصوها. مش فاهم الكلام. هذا الكلام اللي عندي قلته. تشكر. العفو. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا 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 لا، لا زعلان منكم والله. مصوعيني من غير اكل لحد دلوقتي؟ لا يا حاج اوعى تزعل، معلش حقك عليا، انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. امال ايه؟ ام كلمه، كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانت والحاج. لا معلش اتعشى انتوا، انا لسه اصلي العشاء ومتوضيه الحمد لله. اصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بصي يا بنتي، انت ظهرك للشباك، القبله كده على طول. والسجاده عندك على ايد الكرسي. قبل الله باذن الله. اذنكم. اتفضل يا حبيبتي، تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان.
خد. انا عايز اطلب منك طلب يا حاج. امري. يعني انا بفكر كده يعني ان زينب تيجي تبات معانا هنا. اصل بصراحه يعني المكتب برد قوي وانا صعبانه عليا والبنت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه يا حاجه تحت امرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. راشد. عايزه سجاره. عايزه سجاره. ايه ده؟ هو راشد لسه نايم يا فتون؟ ما تقوم بقى يا راشد، انت بقالك 3 ساعات على الحال ده. انا صاحي على فكره. وانت يا اختي متشيكه كده وراحة على فين؟ رايحه اسهر سهره حلوه عند واحد صاحبي. محل النمائيه فتون يجنن وهيصه ومزيكا. قومي قومي البسي وتعالي معايا، وانت كمان يا راشد، اصحى يلا قوم البس يلا وتعالى معايا. او النبي يلا. لا هنروح ولا نيجي، روح انت يومك بيضحك. لا ما ينفعش السهره الحلوه دي تفوتها، اوعى. مزاج حلو وسجارتين وكاسين ومزيكا. قوم بقى ما تبقاش بايخ، ما تقولي له يا فتون. ما يلا يا راشد بقى، انا القعده خلاص عفنتني، بقى لي 3 ايام قعده. طيب اهو يا اختي. بقول لك ايه يا زينب يا بنتي، يعني بسم الله ما شاء الله، انا شايفك يعني حلوه وجميله وزي القمر ومتدينه. انت ما اتخطبتيش قبل كده؟ هيحصل امتى وفين يا حاج؟ احنا ناس على قدنا، ولا لينا اصحاب ولا لينا قرايب، وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي، عندك حق. يا راجل اللي انت قلته لك ده كشفت البيت. ولا كشفتها ولا حاجه، مفيش اي حاجه يعني، انا بس كنت بسالها السؤال ده عشان ليا غرض منه. ماشي يا ابو غرض ماشي، بس بقول لك على حاجه، انا حبيتها قوي. واني كمان علشان متدينه بتعرف ربنا حق معرفته. صح. ربنا يبارك فيها في امثالها يا رب. وفينا يا رب كمان ان شاء الله يا ست. والوحش؟ ده شارد في الغابة، المهم انت تعرف تصطاده؟ أحي ده أنا صنارة. طب يلا يا فشتخ. يا ابني إزاز استيراد هنا للبيت. حصل يا صباح الفل يا بيه. أنا عايزك تظبط دماغك بدوري. إيه ده؟ خد يا عم ظبط أنت دماغك بدين. يا أختي وحشة قوي كده ليه؟ عارفة يا فتون البت الرقاصة العجر دي؟ بتاخد 2000 جنيه في الليلة عند فاضل. بجد؟ اصل انت لو شفت فتون وهي بترقص تجنن ولا اجدع رقاصه عندك. لو النبي، طب ما تيجي تشتغلي معايا، ده انا الرقاصه عندي ايه؟ ما بتكملش عندي سنه وبتخرج من الصاله على الشباك، ايرادات نجوم سيما يا روح قلبي. ما هو كده يا فتون، ما انت جره رجلي هنا عشان تشتغل رقاصه. والنعمه الشريفه ما سمعت عن الموضوع ده حاجه، ده انا اول مره اسمعه دلوقتي. طب يلا نمشي، حسابك ايه يا عسل؟ الحساب وصل يا جميل، حساب ايه بس؟ احنا بينا وبين بعض حساب. استنى افخم ازازه مستورده اهو. القعده هتحلو، اسمع الكلام واوزنه في دماغك واحده واحده. وده جنسه ايه ده؟ نبي يا اخويا بقى. لا ده تزعم براحتك. قامت عليا ولا ايه؟ انت لما بتضرب كيميا بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. انت كويس؟ سوقك يا ونس. اخرة الخيانة الدم. Thank you.
صباح الخير يا غاني. هي فتون فين؟ لا يا اختي، ده هم بقالهم يومين غطسانين مش باينين. اه عشان كده، ده انا مهربدة عليهم الباب محدش بيرد عليا. في ايه؟ بطاقتك. وفي ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر. اتفضل. انت كنت جاي ليه هنا يا غنى؟ انا كنت جاي اطمن على فتون صاحبتي. اه فتون، اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده، واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها، بس تليفون مقفول وما بتفتحهوش خالص، فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية؟ لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هما متخانقين مع حد؟ ما تسأليش كتير، أنا اللي أسأل بس، خلاص؟ طيب حاضر، أنا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك، ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمة واحدة، يلا. شكرا. بسرعة. هو في إيه يا منذر؟ والنبي يا أختي، إحنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعة ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا منذر. سلام يا حبيبتي. عايزة فلوس. مش معايا فلوس كتير، عايزة ايه؟ عايزة اروح زيارة علي. انت اتخبلتي في نفوخك؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا اخويا، وانا كنت عملت ايه؟ من زمان اصل هي بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ اه طبعا. هي الدنيا مالها سودت كده ليه؟ طب عايز افتح الموبايل عشان اكلم علي. ما تفتحوش اليومين دول، اصبري شوية. طب انا موبايلي مقفول، وموبايل البت عسلية عاملة له نمرة قافلاه. علي كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغالة فيه البت عسلية؟ اه يا اخويا اعرفه، ورا الشيخ زاهي. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحبي يا اخويا نروح لها؟ ايه يا بنت؟ ايه اللي اخرك التاخير ده كله؟ فضلت الف ساعة ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعة ونص بهرب في الشوارع من الحكومة. الحكومة كانت ماشية وراكي؟ ايوه. بولاها كلها ملغمة مغبرين. الولاية مميزو قالت لي انه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودا، الونش اتقتل امتى؟ من يومين. وانت تعرف يا اخويا حاجه عن الموضوع ده؟ اعرف منين؟ احنا من ساعه ما سيبنا بولاية ما عتبناهاش انا وانت. ايه المصيبه دي؟ بقى احنا نهرب من المصيبه، تجي لنا مصيبه اكبر. نعم؟ مصيبه ايه يا فتون؟ مصيبه ايه اللي انتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكره أمين الشرطة اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي، يعني أكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين إن إحنا عندك هنا؟ لأن أنتوا ضحكتوا عليا يا أستاذ راشد وضللتوني وديتوني بولاء على العماية، فاضطريت أقول له إن أنا صاحبة فتون وعسلية. يا لهوي، وتفتكروا إن هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش أنت كمان على الفاضي، انا هنزل. تنزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ برايه فتون، هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل، ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخرة اللي يقف جنبكم ويعمل معاكم جميله يتعص. كتر خيرك يا غنوة، وعموما عادتنا عندك مش هتطول. سلام. هو اللي قتل فتون مش كده؟ نفسي ما يطلعش هو. انت تطلعي على بحر ميدان المرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. أنا يا حاجة لو تسمحي لي يعني أقوم أتوضى وأصلي الظهر وبعدين أمشي. تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ أروح أدور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك إيه؟
قومي انت توضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى بقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. إلهي يسترك ما يفضحك. آمين. إلهي يجازيكي بيا بكل خير. آمين. إلهي يا رب يوصلك على مرني عندي. استغفر الله العظيم يا حبيبتي، أنا ما عملتش حاجة، أنت هتركبيني كده ذنوب. طب يا أصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي، آخر الطرقة كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك اليمين كده الأوضة اللي تصلي فيها. حاضر، عن إذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدوينك. لا ولا قوة إلا بالله. باشا، في حاجة يا كابتن؟ بتدور على حاجة؟ في واحد شغال عندكم هنا اسمه عسلية. لا، ما عندناش الاسم ده. يا عم انا متأكد ان هي شغال عندكم. بقول لحضرتك ايه، انا مش ناقص تكسير في الدماغ، انا عارف شغلي كويس وعارف مين شغال ومين شغال. بقول لك ايه، اتكل على الله، روح دور عليها في حتة تانية. خلاص يا عم، بالراحة يا عم. اهلا 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 اهلا، سعادة البيت، اتفضل يا بيت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا راشد عامل ايه؟ ازيك سعادة الباشا؟ كويس؟ الحمد لله. يا رب دايم. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ بدور على مرات عسليه. عسليه هي كانت موجوده من يومين اهو. شفت؟ مش قلت لك شغال عندكم جوه؟ عسليه دي مين يا بيه؟ دي سالي يا حاج، سالي. اه سالي، والله يا بيه ما اعرف ان اسمها عسليه. انا ما اعرفش ان اسمها زالي عندكم يا باشا. المهم يعني انا حاسس مشكله بيني وبينها كده وكنت عايز اصلحها. يعني هي قعدت نص ساعه ومشيت. مش راحت فين؟ لا ما قالتلناش. بقى بقول لك ايه يا حاج، ما تخش تشوف عندك ايه شغل جوه. حاضر يا بيه. اتفضل. بقولك يا راشد، بما انك هنا معكش حاجة حلوة. والله يا باشا انا واقف بقالي كذا يوم. طيب انت مسجل رقم تليفوني، لما يبقى معك حاجة كلمني. حاضر يا باشا. اتفقنا؟ حاضر يا باشا. ماشي حبيبي، عايز حاجة؟ ماشي، خلي بالك على نفسك بقى. بقى يا حبيبتي. طيب يا حبيبتي. وهقفل عليكي من بره زي ما قلتلك، ومش هتخافي وانت قاعده لوحدك. ربنا معايا يا حبيبتي. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقولك ايه، تقفلي الشبابيك والازاز وتطفي الانوار. فهماني؟ سلام عليكم. بامان الله يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.